عشان جايين اليوم هيستوري، فنبي كل واحد يعطيني اسمه والسنه الدراسيه متاعه باش نعرف الليفل اللي انتم قاعدين فيه. نبدا من هنا. علي كريم سنه ثانيه. تمام. سام الشيبه هي بس سعيد طالب سنه رابعه. كيف الاستاذ معاذ؟ قول ثانية. يعني الأغلبية العظمى بري كلينك ولا؟ مش واخدين هيستوري قبل. طيب في حد عنده خلفية شو معناها هيستوري؟ ما معنى الهيستوري؟ تيكينج. هاي حتى بالعربي. أخذ التاريخ المرضي. شو معناها التاريخ المرضي؟ أنا نبي هنا باش نكسر الحاجز أني نشرح وأنتم اللي تستقبلوا بس. اي عدت غلط. لو كان في غلط متوافق معنا كويس. تمام. هو مرض كويس. امراض مزمنه به. خلينا نتفقوا الاتفاق الاول ان الهيستوري عباره عن اسئله نحن ناخذها، ما فيش حاجه ملموسه، كلها عباره عن كونفرزيشن بيني وبين المريض ولا هذه الهيستوري. الاسئله اللي نحن ناخذهن حنوصل بيهن لهدف ولا صحيح؟ معايا؟ أنا قاعد نبني في أساس لو حاليا. فنعدي مجموعة من الأسئلة نبي نسألهن باش نوصل بهن لحاجة معينة. شنو هي الشيء اللي نبي نوصل بها بين أنا والمريض؟ أنا كطبيب قاعد نشوف فيه مريض باش نوصل لتشخيص باش نعطي علاج ولا؟ معناها الهدف متاعنا علاج المريض متاعنا. عندنا باهي بدايتها شنو؟ شكوى جاني بها المريض. العملية الطبية كلها تبدأ من شكوى المريض تنتهي بالعلاج عن طريق مجموعة من الخطوات، أولها أخذ التاريخ المرضي. احنا قلنا أولها معناها في حاجة بعدها ولا؟ احنا أخذنا التاريخ المرضي اللي هي عبارة عن حاجة شفهية، أسئلة اللي حيكون جل هدرزتنا اليوم عليها. الخطوة اللي بعدها اللي هي examination اللي هي الفحص السريري. تمام؟ أنا تاريخ مرضي، عندنا فحص سريري، بعدها جاك المريض خش لك للعياده، سالته مجموعه من الاسئله، رقدت على السرير فحصته، بعدها شو تطلب منا عليه؟ تطلب عليه تحاليل ولا انفستيجيشن وايميجينج. من بعدها هاي بعدها شنو؟ عرفت تاريخ المرضي، درت له فحص، خذيت التحاليل نبيهن، المفروض نوصف العلاج. نكتبت لكم الرموز هذين مش تتعودوا عليهم. اتش اكس معناها هيستوري، اكزامينيشن، انفستيجيشن، تريتمنت. تمام. انفستيجيشن اللي هن تحاليل والصور والى اخره، اكزامينيشن الى اخره. تمام. هذا المحور الاساسي او القاعده رقم واحد اللي نبوكم تتعودوا عليها اليوم. القاعده الثانيه، انا شو الهدف منا ناخذ الهيستوري؟ انا شو نبي ندير؟ الهيستوري زي ما حناخذوه هن عباره عن مجموعه من الاسئله. شو الهدف منها الأسئلة؟ وهذه أهم قاعدة، أنك أنت لو عرفت الجوهر من الأسئلة هذين حتعرف أنك كيف تسألهن، وهل تعرف روحك وأنت قاعد تسأل هل أنت ماشي صح ولا ماشي غلط. تمام؟ نعود. شنو الحاجات اللي نبيهن؟ سي 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 سي، أربع سيات. شنو اللي نبيهن؟ هو جاني بشكوى، هذه الكومبلين. شو بندير لها الكومبلين هذه؟ أو أنا شو نبي نعرف بعد ما نسأل الأسئلة اللي بنسألهن؟ كيف نعرف روحي ماشي صح ولا غلط؟ أو أنا شنو الأناليسز اللي درتها؟ أول حاجة نبي نعرف حاجة اسمها كلينيكال بيكتشر. المرض هذا متاع شنو؟ الإجابات هذين يؤدن لي إلى أما مرض. دي الحاجة الأولى اللي نبي نعرفها ولا؟ الحاجة الثانية اللي بنعرفها بالهيستوري والإكزامينيشن والحاجات اللي بنديرهن اللي هي الكرنت سيتويشن، وضع الحالي شنو؟ هل هو مثلا وضع مستقر، وضع ضروري يخش للمستشفى، هل هو حالة دخول، هل هو دخول لعناية، هل هو دخول مثلا القسم، ولا نعطيه دواء ويروح به؟ لأننا نبي نعرفهن من الأسئلة اللي سألت. كلينيكال بيكتشر، الوضع الحالي. السي الثانية اللي هي الكومبليكيشن، المضاعفات. هو جايني بمرض معين، فلنقل أنه هو جايني بضغط. هل الضغط الدم متاعي ب
بناء على الأسئلة والتحاليل والفحص متاعي دخلة في مضاعفات، مثلا نزيف في الدماغ، مثلا مأتي على وظائف الكلى، مأثر لي على حاجة تانية، هل المريض خاش في complication أو لا؟ واضحة؟ شنية سي لولا؟ clinical picture current situation المضاعفات. السي الأخيرة أني أنا شيف كومبلين ندير لها أناليسس أو هل معاها حاجة تانية ولا لا. هي شيف كومبلين، أنا جايب العكس كيف سامحني، ما هو شيف كومبلين، الشكوى اللي هو جايبها ندير لها أناليسس الصح. تمام هذين ثلاثة حاجات أساسية. لو عرفت الجوهر هذا، لو عرفت الفلسفة هذه، أنني ناخذ في الأسئلة هذين كلهن باش نطلع بالكلينيكال بيكتشر، نطلع بالكرنت سيتويشن، نطلع بالكومبليكيشن، نطلع بالشيف كومبلين ندير لها أناليسس، معناه أني قاعد نخدم كطبيب بشكل صحيح. واضح؟ الله صح، ما فيش كلينكس اسمح هاي حاجة ضبطة نمسح بها على كل. تمام بقى ما بين حصلنا حاجة نمسح بها الهيستوري واحدة بس مش كل واضحة نمسح له. تمام. لو حطينا زوز قواعد أساسية هنمشي عليها، هنكتبهن هنا باش نعرفوهن باش نرجعوا لهن examination، من بعدها investigation، وعندنا سي 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 سي. تمام هدينا قواعد اللي حطيناها. نشوف الهيستوري او اخذ التاريخ المرضي عبارة عن قلنا مجموعة من الأسئلة حتى ادي لي الى نتيجة معينة. الحاجة هذه حفظ بهي، لكن ما نبيكش تحفظها، نبيك تفهم احنا كيف قسمناها وليش قسمناها، لانك انت لو حفظتها حتمشي عبارة عنك مش حتحلل البيانات، واحنا جزء كبير من هدفنا للهستوري اني بك تعرف كيف تحلل بهاي، حتى جزء من السشنات اللي بنديرون حنعطوا تحليل لحالات. فاول مقطع او اول مجموعه من الاسئله لها علاقه بحاجه اسمها بيرسونال داتا، بيانات المريض. بيرسونال داتا مش متكونه، شنو الاسئله اللي بنسالها؟ هاي نبو نشاطكم انتم توي، انا نبي نتعرف على شخص، شنو هم الاسئله اللي بنسالها لي؟ اسم، اسم زايد العمر با الجنسية با العنوان الوظيفة عادية، شن تاني؟ هاي عادي حالة اوكي تمام. جندر ايش تاني؟ زال شو تبغوا تسألوه الشخص في بيانات؟ ايش بتعرف؟ انتم الطاولة متاعكم كويس، نبوكم تقسموا هنا وتجوا على الطاولة الثانية. يقسموا في ميل. الطاولة دي عباها. مش نقسموكم ثلاثة فرق؟ مش نسألوكم؟ هاي. يقسموا. 10 9 8 7 5 أربعة ثلاثة اثنين هيا واحد. من الحاجات اللي كتبناها الاسم والعمر والجنسية والعنوان والوظيفة والحالة الاجتماعية والجندر متاعها. شي بيفيدني طبيا؟ سؤالكم كلكم، شي بيفيدك طبيا؟ الاسم شي بيعنيني في المرض؟ أنا لو عرفت اسمه خلاص، هذه الأولى جاوبتها تونت. هاي جاوب بين بعضكم، لقطوا لي الحاجات هذينا والفريق الاول يتم ليش قسمتكم انا. هاي 20 19 18 17 16 15 14 13 بريك 11 10 9 كله
كلها 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 رامش لسن بس سبعة ستة ونص ستة خمسة أربعة ثلاثة هاي واخر وراء أربعة ثلاثة اثنين واحد وخمسة سبعين واحد ونص واحد وربع واحد خمسة وسبعين نص ربع أقل من ربع صفر هاي مو الأول تم لا أنت قاعد تكتب هاي الأولين هاي كونكشن بينك وبين الماضي تراست بينك وبين الماضي أوكي با شن تاني شن تاني با خلينا في الاسم هل مازال في حاجة تانية طبيا شو حنستفيد من الاسم الاسم شو مندير به لا هذيك بروحها في عندك ايه حاجه ثانيه ايه ما نبي حزيد حاجه ثانيه عندك ايه ميز بينه وبين الحاله الثانيه بتغلط في اسم الدواء ايه لما يكتب على الفايل با حاجه ثالثه كوميونيكيشن قاعده في موضوع الكوميونيكيشن حاجه ثالثه اهم هذه تبنى بالاكسبيرينس للامانه لكن تهم سم ديزيز ران ان سم فاميلي سم ديزيز رانز ان سم فاميلي شو معناها في بعض الامراض جينيه لما تعرف العيله الفلانيه عندهم سيليك ديزيز العيله الفلانيه عندهم سيستيك فايبروسيس وفاميلي البي وتلقاه عند اخوه وابوه وجده واضحه فهذه احد الحاجات اللي نستفيد منها في الاسم سكرنا على الاسم ما العمر شو بنديروا بيه العمر با دوز شو على الادويه شو ثاني الامراض في امراض يجين للاطفال باي مود اللي احنا نقولوا لهم في امراض يجين في الاطفال بكره في اكستريميتي ايجز في يجين في الشيابين بها عشان ثاني ممكن نستفيد من العمر طريقه الكوميونيكيشن بينك وبين المريض في حاجات ثانيات اللي هي الليجل مثلا بيخش العمليه كونسنت متاعها بالضبط ايوه يعني مثلا فوق ال 18 يقدر يوقع على روحه تحت ال 18 ضروري يوقع على حد المرافق حاجه ثانيه عندنا كلنا نستفيد منها في العمر الجنسيه بالضبط كانوا ليبي نعالجوه كانوا مش ليبي نعالجوه شو لا العنصرية لا با شو حنستفيد منها شمال أفريقيا كوليا وملاريا خيرها في لا 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 هيك بدينا نلخبط ما بين الجنسية والعنوان هذي شيء وهذي شيء صح ولا إيه خيرها سكل با الأنيميا المنجلية ولا لا شن تاني من الأمراض اللي تعرفونها اللي عن علاقة بالجنسية مش لين علاقة بعنوان أوكي حاجة تانية سوريين مشهورين بشنو في مرض أنا مشهور به ثلاسيميا ولا أنيميا حتى يجينا سيرة الأنيميا با معناها some diseases يجن لبعض الجنسيات نتيجة لإما environmental تعرضوا لها على مدى السنين أو كذلك جيناتك نفس موضوع الفاميلي العنوان شبه جاوبناها احنا اللي هي نبو المصطلح بس مصطلح لا. لما مرض ينتشر في بقعة جغرافية معينة جماعة الكوميونتي شو اسمها انديميك ديزيز في الانديميك ديزيز ولا الاوت بريك تمام يفيد مثلا جوني مجموعة من المرضى باش نحطكم في مثال واقعي لكن باش ندوي اسامي جوك مجموعة من المرضى من منطقة سين في المطعم سين متسممين كلهم منطقة جغرافية ما انا عرفت اني في اوت بريك صاير غادي فاني عرفت اني كيف نتصرف لي فهذه تفيدك في موضوع العنوان الوظيفة طبيعة الشغل طبيعة الشغل ايه some disease related to some occupational تمام حاجة ثانية خاطي موضوع انه هو يمرض بالوظيفة هي حاجة تهمني ولما نحن نرجع حتى على موضوع العنوان شوي أوكي تمام قدرة المادية با زي في نقطة ثانية ندور عليها هنا قدرة مادية واضحة ولا الفكرة إيش الدواء اللي بنوصف لها نوصف لها دواء يقدر عليها ولا لا
بالضبط. الواحد ما يخدمش يقول له الله يشتري لي دواء حقه مثلا 200 جنيه والشريط مثلا يسد اسبوع بس وتبيه انت على مدى شهرين، مش منطق. حاجه ثانيه تهمني في موضوع الوظيفه، خش لي للمستشفى قعد اسبوعين مثلا، او مثلا بيخش لي عمليه جراحيه على يده وخدمته مثلا في النقل، لا خدمته مثلا خياط وانا مدير العمليه على يده، تفرق ما بين مثلا شخص مدرس ومدير عمليه يده. واضح الفكره؟ حاجه ثانيه وهذه او مثال حي، يعني مثلا الناس اللي تخدم في العماله بيجيك عندها زايده، ضابطين الزايده يديروا في عمليه مفتوحه وفي عمليه مناظير. عمليه مفتوحه دي بيراحها 6 شهور ما يتحركش، بيخش في بعج، لكن عمليه المنظار شهر ويرجع للعمل. تفرق معاه الكوبيشنال، واحد صنعته في يده خدمه حرفيه، في فرق تقول له انت 6 شهور مش حتقدر تخدم، في فرق انك شهر مش حتقدر تخدم، صح ولا لا؟ فدريش تهمني الوظيفه. كذلك في موضوع العنوان، لو احنا في مثلا في مستشفى مصراتة وجاني مريض مثلا من سبها وجاني مريض من مصراتة، الزوز مثلا نفس الديزيز، واحد بنقول له انت دخول والثاني والله راجع في عيادات الخارجية وكان تعب التعالي. ليش؟ عنده مكان يقدر يروح له، لكن هذاك كان يروح الفول اب الكونكشن بينك وبين المريض حتى لوست، فهمني، حيريح منك. فذلك احد الانديكيشن اوف ادمشن مرات بعد المسافه المريض، مش حتقدر تدير له كلوز فولو اب. واضحه؟ هذه موضوع الوظيفه. الحاله الاجتماعيه دوروا في نفس الدائره، احنا في بعض الامراض جيل المتجوزين، في بعض الامراض جيل السنجل والى اخره. او ايه تمام، عند من يهتم به ولا لا؟ فعلا صحيح. الجندر نفس فكرة العمر، في أمراض جيل الميل، في أمراض جيل الفيميل. شو الأمراض الجيل الميل الفيميل أكتر؟ أوتوميون ديزيزز يجين للفيميل أكتر، والكانسر يجين إحنا أكتر. تمام، واضح البيرسونال داتا؟ واضح البيرسونال داتا؟ نمسح بقى. إحنا قلنا شو بنديروا بيه الهيستوري، شين السيز اللي بنستخدمها للهيستوري؟ clinical picture، current situation stable ولا chronic ولا الاخره، شن ثاني؟ complication، هل المريض خاش لي في complication ولا simple disease، وتشيف كومبلينه متاعه. وفي حتى السي ثالثه تو اللي ما انا اخترت عليها نسيتها، اللي هي الكوز، شو اللي سبب للمرض. تمام، نبي نعرفهم في الاسئله هذه. بعد درنا البيرسونال داتا، بعد تالي عندنا حاجه اسمها شيف كومبلين، الشكوى اللي جايني بها شيف كومبلي سي سي. تمام، الشكوى اللي جايني بها نخلوها شويه لاني بنهدرسها بتفاصيل، بهي حنمشي للي بعدها وهذه حنخلوها، لكن حنعرف ان كتسلسل منطقي او كتسلسل هرمي او كتسلسل لمنطقيه او مجريات الاسئله اللي بنسالها، انت شو اسمها كذا كذا كذا، ليش جايني للمستشفى، صح ولا؟ هذه الشيف كومبلين بتاعنا، لكن حنخلوها لان هي اللب الهدرسه كلها فيها. بعد الشيف كومبلين، بعد أني عرفت اسمها وبياناتها كل شيء، عرفتها هو ليش الشكوى متاعها وحللتها وعرفتها في أما سيستم ضارب، شو مازال الأسئلة بنسألها تاني؟ سيستمك ريفيو، هذه خليها شوية، هذه صاير لكم مسيوز. إحنا عندنا حنعطيكم شنو الطريقة الصحيحة. به عندنا حاجة اسمها باست ميديكال هيستوري، باست سيرجيكال هيستوري، باست دراج هيستوري، او في ليش ما فاهم مع الباس ميديسن، وعندنا فاميلي هيستوري، شن ثاني؟ سوشيال هيستوري. تمام، في حاجات تنقص وتزيد على حسب شنو هو المرض، مثلا لو حاله جايني بتزيد حاجات ثانيه اللي هي عاده الولاده وكم جاي بعيل لا خلينا توا كان حاله جراحه وحاله باطنيه ناخذ السمبل هيستوري او السمبل ستراكشر اللي اخذ الهيستوري. باس ميديكال هيستوري شو معناها؟ معنا ميديكال هيستوري ميديسن، عنده امراض خرطبها، هل جايه نفس المرض هذا من قبل ولا لا؟ نفس الشكوى هذه هل هي جايتها قبل ولا لا؟ هي سيم انس بيفور. تمام، هذه حاجه. الشيء الثاني، هل عنده امراض مزمنه ولا لا؟ كرونيك ديزيز. تمام، هل عنده هيستوري اوف ادمشن، خاش المستشفى قبل او لا، وكم قعد يوم، وهل خاش للعنايه فيها او لا. تمام، هذا السمبل، في مازال تفاصيل اكثر، لكن بحكم انت زي ما قلت لكم بري كلينيك خلي استكك شوي.
ناخذ الحاجات هذه مبدئيا. بهي هذا الباص ميديكال هيستوري. الباص سيرجري هل مداير عمليات قبل ولا لا؟ ولا شن تاني؟ هل واخد دم قبل ولا لا؟ برعيله بدم ولا لا؟ وهل هو عاطي دم ولا لا في فتره قريبه هذه؟ تمام. شن تاني؟ مداير عمليات شنو يهمني في موضوع العمليه؟ خش المضاعفات بعد العمليه ولا لا؟ شنو انواع المضاعفات اللي ممكن تتوقعها؟ ان خش الاي سي يو او شنو الحاجه الثانيه اللي الحين مشهوره لما في العمليه بعض الناس يصير لهم مضاعفات منها، اللي هو نوع التخدير اللي داروا له ولا لا؟ فيهمني انت داروا لك عمليه مثلا، هل هي بنج نصفي ولا بنج كامل؟ هل تعبت من التخدير ولا ما تعبتش؟ واضح اللي هي انستيزيا هيستوري. تمام. باص دراج هيستوري شنو؟ ياخذ في ادويه ولا لا؟ او واخذ قبل ولا لا؟ نفس المفهوم. شنو ثاني حاجه مهمه؟ عنده حساسيه من دواء معين ولا لا؟ لان هي مرض مناعتي. ما انا بنسل على الالرجي للدراج وبنسل على الليست الدراج اللي ياخذ فيها. تمام. فاميلي هيستوري شنو؟ هل في امراض في العيله مشهور بها ولا لا؟ شنو ثاني؟ بنفس المرض الحالي توه ولا؟ تمام. مات فجاه ولا لا؟ هذه امتى تسالها؟ ما يقول شي سبين او حاجه زي هيك. تمام. جيناتيك سودن ديث سيم انس قاعدين ندور في نفسها زيها. حاجه مزمنه خاش المستشفى عليها قبل ولا لا؟ سوشيال هيستوري دخن ولا لا؟ هو سؤال، سواء كان ميل او فيميل يدخن ولا لا؟ شن ثاني؟ يشرب شنو؟ الكحول ولا لا؟ تمام. شن ثاني؟ سوشيال. ليش حيوانات الأليفة؟ حساسية، والحيوانات في ذاتها عبارة عن كارير لمجموعة من الأمراض. تمام. هاي أوكي، إحنا سألنا عليها في الوظيفة صح ولا لا؟ والحالة الوظيفة. شن تاني في السوشيال؟ زمان سألناها في الكورونا واجد. شني؟ سافر قبل ولا لا؟ ترافل هيستوري. تمام. ها قلنا سألناها فيها في الكورونا، كورونا وقفت الدنيا كلها صح ولا لا؟ ترافل هيستوري. في بعض الديزيز سألناها في موضوع العنوان، هو مرات يقول لك انا في مصراته، لكن السنه اللي فاتت كنت، الشهر اللي فات كنت مثلا في موزمبيق ولا في اي دوله ولا فكر في ملاريا. تفكر زي حياه ايمن نقريش مثلا موضوع الملاريا زمان وكذا لما سافر الدوري والى اخره. واضح كنا على قاعده واحده تو حاليا يهمني رأي التدريج اللي احنا نرجو به. هاي اللي جوش ضد احنا اول حاجه ناخده شكوة المريض نبي نوصلها، شكوة المريض نبي نوصله بها. رقدته تبليمة هذه بتاع الوجه ما نحبهاش، من اللي ناعس ياخذ قهوة عادي اشرب. شكوة المريض نسمع شيكم علاج به. باش نوصلها للمراحل هذينا شو بندير؟ هيستوري اكزامينيشن باش نوصل بها للعلاج. الهيستوري هذين او العمليات هذين كلها نبي نوصل بهن اللي كم درنا وصلناها نسيت، هو 1 2 3 4 5 خمسه اساسيات اللي هم نبي نعرف الكلينيكال بيكتشر. ايش معنى كلينيكال بيكتشر؟ زي اوكي هذين شو بتربطهم شو بيقعد تعطيك كلو ان هي تعرف السندرومات. مثلا شخص لقيته فيشل بتاعه كانه داون سندروم صح ولا لا؟ فدي كلينيكال بيكتشر. جاني مثلا ودنا توجع فيه كذا الى اخره. واضحه مش معنى كلينيكال بيكتشر؟ باه حنزيد نهدرز فيها زي ما قلت لكم في موضوع الشيف كومبلي. السي الثانيه الكوز، السبب اللي العدوى نبي نحلل، انا قاعد نحلل في البيانات بتاعتي. السبب الاخر هل هو خاش في كومبليكيشن او لا؟ السي الثانيه اللي هي
current situation بتاعه، هل هو acute، هل هو stable، هو حال الدخول، هل يخش العناية، نروح به، نعطيه دواء، كيف حنتصرف معه؟ لأن كل شكوى نفس قضية نفس المرض، لكن له درجات على حسب استجابة جسم كل شخص. واضح؟ به. إحنا قلنا في تفصيلة الأسئلة بتاعتنا تركيبتنا وتشكيلتنا عبارة عن personal data اللي فيها الاسم والعنوان وا 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 اللي سميناه من بدري. عندنا chief complaint اللي حنهدرزه فيها شوي تاني. عندنا الباس ميديكال هيستوري، باس سيرجيكال هيستوري، دراج هيستوري، فاميلي هيستوري، سوشيال هيستوري، وكل واحده تحتها كومبوننت خاص بها ومكوناتها هاي. نمسح. واضح؟ توا بيكم تولعوا لي دماغاتكم عشرات. ايه شيف كومبلين شو معناه؟ شكوى. جايني بها، اعطوني شكوى. ترى بطني توجع فيها. ابدومينال بين. تمام. كيف حنحللها؟ وهذه مهاره الدكتور الناجح. تو في طرق للتحليل البيانات. تو انا لب المحاضره بتاعتنا اني يعني كيف نحلل. تمام. أبدو من البين، شنو الكومبوننت متاع تحليلي لأي شيف كومبلين؟ سقراط ولا؟ أو في حتى واحد اللي هي هم الأسئلة اللي تهمني، أونست أم تبدت؟ با؟ ديوريشن كم لها؟ هاي سايت هذه بالنسبة للبين، لو أنها بين سايت. هاي أوكي، شو الفاكتور اللي يزيد فيها؟ واللي ينقص فيها الكورس متاعها. هاي ها اسوشيشن شنو معاها تن؟ لانها عمرها نادر جدا واصعب حاله انك انت تحلل شيف كومبلين وحده. لكن نقول لك مثلا وجع في بطني ومعها ترجيع، اوكي تقدر تقرب توه حاليا. لكن يقول لي وجع في بطني اذا تعوم انت، هذا اللي بتقعد تطلب في تحاليل وتطلب تطلب باش توصل. لكن هذين الحاجات الاساسيه نعاودوهن. الكورس ايش معنى الكورس؟ هل هو يزيد من بدايته؟ هنا اكدب لما تاخذ شيف كومبلين نديروا نقطه هنا وننطلق. هل هو من بدايته ويزيد ولا من بدايته وينقص ولا من بدايته هو نفس الشيء؟ تمام. هذا الانست بتاعنا. وعند الكاركتر اللي هو هل بدا تدريجيا ولا بدا شوي شويه ولا بدا فجاه. تمام. تايمينج هذا في موضوع الديوريشن كم لها. ام تنقول على الحاجه اكيوت ام تنقول لها كرونيك؟ ايش بداي كرسي مش لدرجة أسبوعين. أوكي. لو بتجي للكلام يقول لك من 6 شهور وفوق هذه كرونيك. تحت 6 شهور في اللي يقول لك مثلا 4 شهور وكذا هذين صب كيوت مثلا وفاتت شهر تقعد صب كيوت. تحت الشهر هذه أكيوت. وفي حتى على حسب لما أنا كل ديزيز ولي معين. مثلا أبدو من البين وليها أكثر من أسبوعين ما راح تحسب حتى هي كرونيك أبدو من البين لأنه خير. لكن على كل واضحة؟ واضحة؟ ديوريشن عندنا اكيوت صب اكيوت وكرونيك. كرونيك هذه متفقين فيها كلنا اغلبيه هذه ما 6 شهور وفوق هذه ديوريشن. اونست بدت فجاه او تدريجيا الى اخره. الكاركتر متاعها او الكورس متاعها بادي تدريجيا وينقص من بدايته واحده هو يزيد او قاعد نفس الشيء. الكاركتر زي ما قلنا تدريجيا. هذه بالنسبه للبين هل هو ستاب بين هل هو كوليكي بين؟ ما فيش فرق بيناتها. ايش معنى كوليكي بين؟ زي اللي وين يجي؟ شنو الحاجات اللي في جسمنا؟ ها؟ كل سموث مصل مصل اي سموث مصل ولا هولو اورجن؟ ايش معنى هولو اورجن؟ اورجن ايش معناها؟ اي حاجه طبه في جسمنا الوجع بتاعها الوجع بتاعها كل كبير مصارين كذا الى اخره بالري سيستم لان كلهم كل كبير. شنو بين ثاني؟ ستاب بين شو معناها؟ او شاربينج بين يقدر يحدد مكانه هنا اه توجع فيه بقى ما يقدرش يحدد مكانه ضل بين شو معناها؟ شو ثاني معناها ما يقدرش يحدد مكانه ولا ضل بين. هذا فرق بينها وبين ستاب بين. تمام. هذا الكاركتر متاع البين. هذا لو نديره بين اناليسيس. السايت متاعها مكانها او فلكتويشن بين او اسمها هي راحت لا ريفيرد بين. ايش معنى ريفيرد بين؟
يجاوب في مكان ثاني. ايش معنى؟ ليش؟ هذه في حاجه ناخذ فيها في الاناتومي ما تعرفش قيمتها لين تتخرج. شوف 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 ما فهمت الشيء يعني. نفس السبلاي زي اعطيني مثال. ليش؟ ليش؟ اللي هو شنو هو النيرف اللي يرفع في الألم هذا؟ فرينك نيرف اللي هو الروت متاعه سي 3 و 4 اللي هو وين يسمع؟ رايت شولدر. ليفت شولدر واي؟ شنو شو النيرف متاع اللي يرفع فيه؟ بيكس. لا فرينك حتى هو، لكن ليش؟ السايت متاع يمين وسايت يسار، الجول بلادر هنا والهارت هنا. هاي شن تاني؟ حاجة ريفيرد بين مشهورة واجد. ايه وجاعة الزايدة وامتى وين يبدأ أول حاجة؟ في الامبلايكس اللي هي تي كم؟ عشرة. في عشرة صحيح. وين تمشي بعد تالي؟ رايت إليك فص. فهذا جزء من الهستري متاعنا يعني في الاكزامينيشن. وين بدأ معاك الوجع؟ والله يبدأ هنا شوية في بطني بعد تالي الوجع تو نحس فيه هنا يمين. ماشي معاه كلينيكال بيكتشر اللي شنو؟ كلينيكال بيكتشر اللي شنو؟ عرفت ايش معنى كلينيكال بيكتشر تو في الهستري ولا؟ با هذا الاناليسس حاجه تزيد فيها وحاجه تنقص فيها. زي مثالا المراره وجع المراره شو الحاجه اللي تزيد فيها؟ اما ماكله كل ماكله فات ولا؟ ليش؟ ليش الفات؟ شنو اللي شنو هو هاي هي تفرس البايل سي سي كي سي سي كي. شنو المحفز للسي سي كي؟ هي هات الهاي فات ولا الاسيديتي متعددين هذا انا اللي يزيد في الافراز نتاعها. هذا الرزاق نتاع طازه انت المفروض انا اللي قديش لي عليه تمام سنه ثانيه وسنه اولى ما تقول ليش توا با واضحه شنو كنا نهدر زحني توا شي اللي يزيد في الوجع شي ينقص في الوجع با شنو حاجه ثانيه تزيد وتنقص مثلا الازمه شي اللي يزيد فيها حسيت صدر شو اسمها نحن نقولوهن أتوني ولا تسمع بها تريجر فاكتور اللي هن شنو يهمني تو انكم كيف تفكروا جاوبوا مش عادي عادي حتى ما نعرفش ما نعرفش لكن اتليست نولع فيكم بطمة في دماغكم انا يعني مفروض نفكرك بس هذا انجاز كبير نديره اليوم انا تمام كيف نفكر به شو الحاجة اللي تزيد في الازمة أتوني والحاجات الدست والغبرة والحساسية وفي اللي عن طريق الدرج ولا في أدوية يزيد في الأزمة وفي وفي في هذين كلهن يفيدني في الهيستوري. هذا ليش نبهها نسأل مثلا هل أنت عندك حساسية من دواء معين؟ هل عندك حساسية من بنسلين؟ هو جايني بدهشة وعندي حساسية من بنسلين معناها في حاجة أنا في لاكتك في حاجة ولا هذا الربط أصلا هذه فكرة الهيستوري كلها يعني بنعرف كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن سايد افكت لدرج إلى آخره تمام أسوشيشن واضح واضح را قاعدين نخش توا ديب نوعا ما توا فلنقل ان احنا خدينا كملين معينه خدينا خلونا ناخذ اكثر من كملين بهي لان كل وحده لها طريقه وهذه قلت لكم الفرق بدينا نعطوا في الفرق تو بيننا وبين البيزك نولج اللي تاخذوا فيها فنقل انها عندنا فوميتينج مثلا بهي وعندنا ابدومينال بين وعندنا مثلا يا سيدي بنسيت فيفر بهي وعندنا جامس صفير تعرفوها ورق عليه الصفير هذين الشيف كومبلين هذين الشيف كومبلين جنكم تمام عندكم خمس دقائق يروا ليهن تحليل منطقي يا سيدي كم طاولة أنتم واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة كل طاولة تأخذ واحد كل طاولة هاي خذيتوا فوميتينج أنتم هاي إيش تبون أنت فيس جاندس هاي نبي وسيلة تبدأ بها وكيف فهمتوا شو المطلوب أنا طلبته توا أنا أعطيتكم شيف كومبلين نبيكم شن هن الأسئلة اللي تبوا تسألوهن وليش إيه طريقة تفكيرك للسؤال باش توصل لشنو قلنا إحنا ها؟ لا
أنا كيف بنحل هذين أنا؟ السي الأولى والسي الثانية والسي كيف تعرفها؟ فهمتوا علي؟ أعطيكم خمسة سيات من بدري أني ولا؟ نبيكم شن هنا الأسئلة اللي تسألوهن باش تعرفوا هل هو الكارنت سيتويشن متاعها شنو؟ شو الكومبليكيشن متاعها شنو؟ شو الكوز؟ لأما كلينيكال بيكتشر ماشي الحاجة هذه؟ بشيفكم لين أريد أعطيت لكم واضحة؟ هاي؟ شو خديته؟ فوميتين خدت؟ أنتم شو خديته أنا؟ أبدو من البين أنتم؟ شو خديته؟ هيا أنتم فيفر أنتم جندس بيش ما نجاوبكم بيش أراه كل وحدة معايا معايا في خمسة طرق تحلل بها الشيء تحلل بها الكومبلين وبناء على شيء في كومبلين نستخدم هذه أو نستخدم هذه أو نستخدم هذه وتقدر تستخدم واحدة دون واحدة بيش ندوخكم واجد لكن أنا أعطيتكم مثال لكل طريقة تفكيرة أنت مغير خدمه باللي تعرفوه وبعد تالي فصلوا فيها تفصيل تمام كانت عندك سيناريو مثلا تكتب له مكتب له سيناريو انتم مازال ما كملتوش نبي نفصلكم شوي على العالم اللي خشيتوا فيه اطلعوا لي كل واحد يعطيني بس كيف اخترتوا كانكم تبدوا بس بعد تالي كملوا كيف اخترتوا بتخشوا فيها الابدومين البين سقراط با كيف اخترت شنو الاسئله اللي بتسالوها انتم مبدئيا شنو هاي كان وين رجع تمام شو اسمها الحاجه هذه بس ابروش هذا ايه لا الابروش اللي اخترتوه انك سقراط السايت واو واو الى اخره شو اسمها الابروش مش عارفين اعطيكم بهم ماشيين صح لكن انتم مش عارفين شنو يديروا اي شنو فوميتي تمام كويس تمام هي في فرق فوميتي اوكي تمام اوكي تمام دش عليكم انتم شو ثاني هاي شنو انتم شنو الكومبلين تاعكم فيفا هاي شني وصلتوش لي حتى حاجه با شني ها با كيف خشيتوا فيه يبدو انني ما وصلتش الفكره اللي نبيها فحنجاوب راس الخيط بهاي شوف شوف معايا الكل هنا يعني حنجاوب مبدئيا لكن نبيكم انتم تفكروا بالطريقه هذه الابروش بتاع الفوميتينج ولا خلينا وين ابدو من البين اللي هو اناتومي اوكي اللي هو عن طريق سقراط لكن هي اناتومي معناها شنو بنقسم البطن سمعت هنا الوجع هنا معناه كذا وكذا وكذا يمكن الوجع هنا يمكن فهمتها متعددي انا نبيكم توصلوا لي تشخيص ولا نبيش تحلل المرض لكن انت شنو دي قاعد تفكر وجع في بطنه شنو يمكن وشنو يمكن وشنو يمكن نبيكم تطلعوا لي بديدي واضحه الفكره ولا انتم الابروش بتاعكم اناتومي ليش قلت لكم حسيتكم مش واصلين انتم شنو فوميتينج خليها اخر واحده فيفر الابروش بتاعكم الطريقه متاعكم اللي هي يا اما ميكانيزم ولا خلينا نقولها سندروم يو كلينيكال بيكتشر اي حاجه تضل فيك مثلا جينيرالايزد فاتيجابيلتي كذا الى اخره فحنمشوا بها سيستميك ريفيو ليش قلت لكم عمرك ما تاخذ كومبلين وحده ضروري تطلع معها كومبلين ثاني ففي الابروش ده ضروري ناخذ سيستميك
معنا شو بناخذ؟ نبيكم اسئله السيفيس واسئله للرسبيراتوري. ليه نطلع معاكم شنو الكوز متاع الفيفر؟ واضحه الفوميتنج اللي هي عباره عن سندروماتيك او سيمتوماتيك، يا اما انفكشن بكتيريا كذا، فاسئلتكم تبوا تطلع الحاجه هذه، يعني شنو اللي بيسبب لي الفوميتنج انا؟ واضحه؟ يا اما واكل حاجه، يا اما عنده حساسيه من حاجه، يا اما عدوى من واضحه؟ فهذه طريقه التفكير متاعكم انا مفروض تكون. وصلت جماعه الجندس؟ كيف جاي الجندس؟ يا اما فيسيولوجيكال، يا اما ميكانيزم لحاجه معينه. شنو الميكانيزم اللي ممكن يدير لي جندس؟ واضحه؟ فنبي الميكانيزم، بناء على الميكانيزم حتسأل الاسئله متاعك. وصلت؟ باثوفيسيولوجي، اللي هي باثوفيسيولوجي. فهمتوا كيف تحللوا؟ صدع راسكم. واضحه؟ هذه سيمتوماتيك او سندروماتيك، نبغى نطلعوا كلينيكال بيكتشر انتم هنا تاع شنو اما مرض الفوميتنج هذا خير، هل هو فايرال، هل هو انفكشن، هل هو ابدو من البين او اي حاجه هيك سايد، او جاني مثلا سور ثروت، او مثلا بحه في الصوت او شيء، موضوع لوكالي ولا نبي نعرف اناتومي شيل الحاجه اللي ممكن ضغط علي كذا مش دارت كذا، هذا الاناتوميكال ابروش. عندي الفيفر حاجه فيكك او جينرالايز فاتيكابيلتي، انا نبي نعرف شنو السيستميك ريفيو، شنو السيستم الثاني اللي ضرباته معاها باش نعرف التحليل متاعي وين ماشي. جندس حاجه فيها باثوفيسيولوجي، نبي نعرف الميكانيزم متاع الجندس شنو صار، هل هو مثلا نتيجه لدرج، نتيجه لدواء، نتيجه ل لي 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 لي. فهيك طريقه التفكير متاعكم. واضحه؟ واضحه؟ يبدو حلو اللي توه. شنو متوقعين الدي دي متاعكم؟ يعني حيمشوا بها باثوفيسيولوجي، انا نبي هيك اهو. وهم يتحلوا. ممتاز. ها؟ تبوني؟ شنو متوقعين اللي سبب لكم جندس؟ اعطوني احتمالات اللي هم باش نديروا رول اوت للهيباتايتس. انا موش هيباتايتس، كيف تجي الهيباتايتس؟ هيباتايتس كيف تجي للجسم؟ شنو روت اوف ترانسميشن متاعها؟ شنو روت؟ هيباتايتس. اوكي هيباتايتس بي ولا ايه؟ تمام. شو بتسلم معناها؟ في السيرجن متاعك واخد دم ولا لا؟ يهمني السيرجن في نقطة زي هذه ولا؟ عمل جراحية ولا لا؟ تمام ايه فعلا تمام ايه معنا بتسأل. يهمني السؤال هذا، لو ما سألتيش معنا الهيستوري متاعك ناقص. نبي دي دي differential diagnosis، عرم أسباب لجندس، وبناء الأسباب هذين عشان الأسئلة اللي بتسألوهن باش توصوا باش تحولوا لا هذه ما هي شيء، لا هذه ما هي شيء. كيف؟ هذا سؤالي لكم، كيف سبب؟ وشنو الأسئلة بنسألهن باش نتأكد أن الحاجة دي صارت ولا لا؟ واضحة؟ فهمتوا؟ ما هي سهلة عارف؟ بدأت أنتم خديتوا الباثو فسيولوجي، معنا تبي الباثو متاعكم والفسيو خلاص؟ فسيولوجي؟ هذا الابدو من البين، في الميديسن كوز يبدو من البين، وفي سيرجيكال كوز يبدو من البين، وفي الجايني كوز يبدو من البين. نبيكم تطلعوا لي شنو هن هذه المهمه رقم واحد. المهمه الثانيه نبيكم شنو هن الاسئله او الحاجات اللي حتطلبهن باش تقعد هي هذه اقرب، لا ما هيش اقرب لهذه. واضحه؟
هذا سؤال كلينك. ها طريقه التفكير ماهيش ماهوش سؤال انك انت عندك باك جراوند. ايش متوقع انت ايش متوقع في التركينه هذه موجوده في جسمك؟ انت خذيته اسهل حاجه اناتومي مخدين من سنه اولى في هنا في الكرش هذه شن فصته في كذا وكذا 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 ايش متوقع ان هذه تصير وهذه شن هاي توكل على الله. ايش وضع عندك اللي هو فوميتين هذا ما الأسباب ماشيين صح؟ طيب شين الأسئلة اللي بنسألهن باش نتأكد أن هي ماشية مع هذه أو ماشية مع هذه أكثر أو ماشية مع هذه أكثر أو ماشية مع هذه أكثر؟ هذه الخطوة الثانية واضحة؟ شو الوضع عندكم؟ فيفر خديتوا سيستمات معين ولا؟ خديتوا سيستم سي في اس باش إن الحاجات اللي في السي في اس اللي بيديرن فيفر شو بنسأل عليها؟ شو الحاجات اللي في الريسبيراتوري ممكن يديرن فيفر شو بنسأل عليها؟ واضحة؟ نيمونيا مثلا دير فيفر كيف نسأل عن نيمونيا؟ في كحة ولا فيش كحة؟ كان فيش كحة معنا فيش واضحة؟ هاي. تعطي شي في كومبلين وحدة بس حللوها هما بس يقول لك شنو معاها بتزيد عليها انت مرة تتزرق لهم البيلر او تخليها ما احنا مش ندخل شورت فيبرت مثلا في الباص ميديكال والله يعني من زمان عندي شيء فهمتها ما تعطيهاش كلها في مره لا لا شفت اسهل شفت اسهل بس ندير الدي دي هذه اكثر غلطه احنا ندير احنا دي دي على المفيك انك تاخذ اخر حاجه في الهستري هو اول حاجه انت ضروري تبدا بالدي دي 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 تبدا من اول حاجه انت عرفت شيف كومبلين اول ما تسمع شيف كومبلين تحط دي دي هذه الطريقه الصحيحه مش تعرف شنو تسال ماشي الامور تو طلعنا سؤال كل حاجه شنو صار المدسن قلنا ما راح ترقى يدك جوه مش جندس انت مش جندس انت ابدا من البين باي ترقى يدك ابدا من البين اوكي اللي هو ماشي المهارات تقول ما الناس اللي بعدين بتاعها باه يا سيدي ادرك ماشي صح ما نبيش نعقدها عليكم سيرج مثلا داير عملية هيرنيا سيرج داير عملية هيرنيا داير عملية خاش توه في هيرنيا ممكن ما في حاجة تانية بس هذا لكم في الميديسن لأنها صعبة توصلها توه دي كي اي عارفين دي كي اي ولا شي بدي شي بيجي دي ابدومينال من البين هذه حاجه مدس فضروري يهمك في الباص ميديكال هيستوري شو بتسال هل هو دايبيتك ولا لا بتسال في درج هيستوري في الانسولين ياخذ فيه انسولين ولا لا فهمت الفكره بالتحاليل شو بتطلب كذا 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 نوعا ما ليش بيكون يجي اسوشيتد ميدسن لا لا قصدي لها علاقه بالباطنيه باطنة مش سيرجري كوست لا انسحاب ميديكيشن مومنت جي قصدك سترانجيليشن هيري تفضل هاي شنو ثاني في السيرجري اشهر حاجه نخش بها العمليه شنو زايده اكتب ابندكس باش انت ثاني قايني خلينا في القايني قلنا لك برجنس يدير على البرشر على اسمها قبل ما تقعد برجنس ايش ثاني ممكن تجيبه بدون البين بطنك فلات اكسترا اللي هي شو اسمها اكتبك اكتبك برجنس باش انت ثاني ربشر في شنو اوفيريان سيست ربشر او اوفيريان سيست تويستينج او سترانجوليشن او تستيكولار صح ولا لا تستس ايه اوكي قصدي مهم حاجه لا ترشو استاذ ليش تستس فيريسس هو سي فيريسس انا الكونديشن مش حيجيك بيه لا لا تستس لا مش حيجيب ابدا من البين مش حيجيب ابدا من البين ها شن حاجه ثانيه سيرجن في التاي سمعوا اوكي ايه ايه
يعني لو في وونت اوكي لو في كده كان في ابن سايتس انت كتبتوها عشان ستون مهمه جدا ايه ستون جول بلادر ستون او سيرجي ريكوزي لكن انا ايه جول بلادر ستون وعندك الرينال ستون تمام تمام نعاود واقول الفكره من تو ما بيكونش معي الفكره مش انكم تجاوبوا صح فكره انكم تعرفوا كيف تفكروا باي فخلينا نشوف اللي عندي وين وصلت تو لان مازال عندكم بنمسح الكومبلينات وبنعاود نوزع دائره من جديد هاي ما اللي يبدا الاول تمينا علي هن ها ايه انتم شنو فوميتينج ايه نبدا بالاولين ايه نسمع كله تمام تمام نرجع شوي بس لموضوع الفوميتنج والدايري معناه اني جاني جاك واحد قال لك اني شكوى متاعي اني جاي نرجع معناه شو بتسأله هل في معها هل في معها حرارة او لا او نقيس لحرارته في معها سهالة او لا باش نسأل عليها تمام شن الشيء الثاني شن الاسئلة اللي بنسألها اللي تركيرين برشر هل معها هيدك اوكي في الفوميتنج في داتها شنو يفرق معايا بروجكتايل فوميتنج با شنو حاجه ثانيه في الهيستوري خلينا في الاي سي بي انكريزد هيد شنو تروما حصل خبط على راسه يهمني في الهيستوري ولا انا هو بيزيد احد الاسباب اشهر سبب اصلا بيزيد الاي سي بي هيد تروما او هاي شنو اللي بيرقاه هاي بي بي ضغط عالي ما انا عندك ضغط ولا لا ضغط اخذ له في دواء ولا لا نظم ولا لا واضحة الفكرة فهمتوا كيف تفكروا أي سؤال تاني أو الحاجة التانية شكوا فيه food poisoning با معناها بتسأل في الهيستوري تمام family history نسأل عليه outbreak يعني endemic تمام نسمع بعضنا عليه با كويس نسأل على البريغنانسي والواحد ممتاز صحيح حلو اوكي صحيح بيرفكت والله اعطيكم الصح اللي بعد فيفر هاي شو الابروش متاعكم اللي هو سيستميك ريفيو لان حاجه فيك ما عنديش كين شدها ولا فبنسأل عليه كل حاجه تمام فيفر في الغالب تساوي شنو انفكشن معناه نبي نشوف السورس نتاع انفكشن في اما سيستم قاعد موجود هذا الهدف من الابروش نتاعكم ولا ريسبيراتوري هذا بتسروا على الكحه والبلغم والى اخره نمونيا يا اما ابر ريسبيراتوري تراك انفكشن يا لور ريسبيراتوري تراك تمام هاي جي اي تي تمام حلو تمام كويس 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 تمام هاي السيستم اللي بعد عاش في سيستم تاني ممكن يدير فيفر ولا الهستري شو بنسأله احنا اكتر حاجة يهمنا most common مش تاني والmost serious والless common مش ما تنساش حتى less common تسأل عليه لكن تلوش عليه تلويش معنى الcommon والmost serious والless common هذا اهم حاجة ضروري نغطيه هيك تفكيري نسأل اسئلة اللي واضح هاي تميت انت ولا هيك هيا يا جماعة الجندس اخترتوه بروحكم هاي شو الابروش متاعكم هاي جندس تمام خشيت في اكزامينيشن
هيستوري هيستوري هيستوري. شددي اللي حطيتوه اللي ممكن سبب. تمام. هذا وين قاعده موجوده في باص ميديكال هيستوري ولا متاع با تمام تمام. ليش شي يهمني في موضوع الجن شو علاقه الجندس بالباص سيرجيك انفكشن في شنو شنو الانفكشن اللي بيدير لي جندس هيك سؤال يعني توحلي اوكي تمام 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 درج ايه شنو الادويه اللي يهمني ممكن يديني جندس تعرفون ولا لا مش ضروري با اوكي ما هم في درج عارفين ان في دواء ممكن يسبب سبب لك جندس با انت examination بح في الهيستوري شن حاجة تانية ممكن تمشي لموضوع بريتيرم اوكي فيسيولوجيكال جندس انت قصدك بح شن حاجة تانية في الفيميل تصير واجد سيرجري حاجة سيرجري ترقي الجندس الجندس سببها يما بري هيباتك يما هيباتك يما بوست هيباتك هذه التكسيمة ابروش متاع اناتومي انا مت... بعد نشوف باثو فيسيولوجي البري هيباتيك شنو اللي سميتهم انتم هيموليتيك انيميا والدبش متاعها هيباتيك في ذاتها فايرال انفكشن دراج اندوسد بوست هيباتيك اوكي نوعا ما او برايمري كولنجايتس والسكليروز كولنجايتس والحاجات هذين كلن او موست كومن ستون سكرت لي سي بي دي ولا حصوه متوراره نزلت سكرت بوست هيباتيك رقت لي جندس ولا فهذه بتسأل عليها هل أنت مثلا عندك وجع مرارة من قبل هل كذا هل الوجع يزيد مثلا مع الأكل فيها دهون وإلى آخره واضحة واضح الأبروش كيف هذه احنا استخدمنا الأمانة أناتومي بعدين مشيناها فيها باثوفيسيولوجي أو ميكانيزم أوف أكشن تمام أبدون البين اللي هو الأناتومي أبروش هاي كي خشيتوا فيه كي خشيتوا فيه أناتومي اللي هو نسوف سيرجي وكاني هاي كيف تمام أكيوت بين التقسيم الأول كيف كيف إحنا نقسم صح من الأول هاي أنا عندي أبدومينال بين إحنا قلنا أناتومي معناه يهمني شنو السايت هذي أهم حاجة أنا ما دام أناتومي أنا هالحاجة الجوهرية متاعي السايت ولا هذه البطن وقسمناها قسمناها هيك هنا شو اسمها الريجن ده هنا ليفت هنا هنا أو بارم أوكي بقى فلانك رايت فلان هنا رايت وهنا صبرة صبرة بيبك ولا كل حاجة هنا عندنا فيها أناتومي معينة ولا لو قال لي الوجع رايت إليك فوسة اللي هو أشهر حاجة شنو الديدي اللي بنحط احنا يكون دماغنا متستف لأنك أنت لو قدام لما قاعد حدا مريض لو تقعد تفكر عشوائي ما عندكش خريطة ذهنية لدماغك حتريح حيريح منك أسئلة فلذلك أول خطوة احنا قسمناها تمام عرفنا أن الريجن بتاعنا هنا بعد تالي نحط الأسباب اللي ممكن يصير يا ما ميديسن يا ما سيرجري يا ما جاينيكولوجيكال تمام ميديسن خلينا نمشي بالسيرجري كوس شنو اللي ممكن يسبب لي حاجه هنا شنو عندني هنا زايده ولا تمام هذه حاجه شنو ثاني هيرنيا مثلا لو انها اوكي تمام سترنجليش اوكي به نوعا ما هذه ماشي مع الميديسن لك اوكي لو في سكار او حاجه زي هيك تمام شنو ثاني هي ماشي في الفلانك اكثر حاجه لكن مرات تسمع لك هنا حصوه ولا حصوه في الـ في الـ ايوه راحت اسمها حصوه في الحلبه ايوه العرب هذا السيرجري كوز مبدئيا شن ثاني ميديكال كوز ميديكال كوز سبب لي وجع هنا في الرايت اليك فسه ايه
تبي ولا تسمع به؟ كيف تكتب؟ ها شدي اللي تبي هنا الدرن عنده وجعانه صح ولا بقى. حاجه ثانيه الليمف نود لما يصير لها لارم هو اكثر حاجه يصير مسد بينها وبين الابندكس تلقى هنا الليمف نود اللي موجوده هنا بالضخمات فيديرن في وجع. انا بنعطيكم كيف تفكر بس مش ضروري تعرف بقى. لو جانا وجع بجاستريك بين هنا وجع هنا لان هذا موست سيريس وجع هنا شو الحاجات اللي نفكروا فيه؟ جاسترايتس ابتكالسر شنو السيستم هي باش نفكر بمنطقيه يعني هيك غلطت هاي عندنا سي في اس ولا وعارفين ليش عندنا جي اي تي وعارفين ليش شنو ثاني ايش ثاني فعلا هاي ريسبيراتوري شنو ثاني لا هي ماشيه مع الاندوكراينال اندوكراينال شنو يبي غاستريك اوكي بنكرياتيتس ماشي مع جي اي تي لكن انا مش موضوع اندوكراينال اندو بدري حطيت لكم انت لا قربتي بدري كتبت لكم انا دي كي صح ولا فلما نقسم نعرف كيف نفكر ما يروحش مني شيء فعندنا جي اي تي كوز ريسبيراتوري كوز اندوكراينال كوز بناء عليها نفصل نحط دي دي متاعي وبدي نسأل الفكرة من أني أعطيت لكم أول حاجة نبي نحط قاعدة ثالثة القواعد اللي حطيناها من بدري تعلمنا كنا أن الديفرينشيال دايجنوزز ما تطلعوه هذا توه أمتى الدي دي طلعوا فيه أنتم يا جماعة رابعة بعد نكمل هيستوري ولا نكمل هيستوري يقول طلع دي دي صحيح طلع دي دي بعد الشيف كومبليت ضروري نحط دي دي ما درتش دي دي يعني حنقعد نعوم فاول ما وجع في بطنه خلاص شنو نحط كذا 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 نختار شنو الابروش اللي بنمشي به هل مشي اناتوميكال مشيت اناتوميكال لقيت الحكايه ما عرفتش ما لقيتش حاجه نشدها منها خش نمشي شنو باث فيسيولوجي نمشي كذا عندي اكثر من محور عندي اكثر من سلاح مشاش السلاح هذا نغير على السلاح الثاني فعندي خمسه طرق ابروش فور اناليسيس اوف شيف كومبلين اللي تعلمناها كنا هي سيستميك ريفيو تسموا فيها ولا هي شد السيستم واسال شد السي في اس وشد الريسبيراتوري وشد الاندوكراين وكذا كذا كذا لين تطلع لكن في ابروش ثاني اللي هو شو قلنا عليه باثوفيسيولوجي ميكانيزم اوف اكشن هذا ابروش يختلف ماليش علاقه بالسيستميك بعيد جدا باثوفيسيولوجي هي حاجه وشو المسببات عندنا ابروش ثاني اللي هو الموضوع الاناتومي تمام شنو في موجود في الريجن هذا اللي صاير فيه الوجع باش بناء عليه نعرف كيف نشخص السيستم الثاني اللي هو الكلينيكال بيكتشر او سيندروماتيك او سيستميك يعني ترجيع اسهال حراره ماشي مع الاكيوت جاسترونترايتس او كذا سبب ثاني ولا فلما نلقط اكثر من سيمتوم اللي هي اسوشيتد نقدر نمشي بالابروش بتاع السيندروماتيك معناها دي دي امتى نحطها دي دي امتى نحطها بعد الشيف كومبلي نعطوكم بريك خمس دقائق مش صفوا دماغكم بعدها عندنا جلسة بنفس الطريقة هذه غير بنغيره سيستمات تانيات وبعدين نعطوا كيف نديره سمري